سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ. طبيعة الحال ولفتونا ولفناكم، دائما كنتسناو اقتراحاتكم وكذلك انتقاداتكم وآراءكم في الحلقات اللي قدمنا في هذا الموسم الجديد من برنامج زوم على التاريخ. بطل حلقتنا اليوم هو رجل سياسي تربى في كنف الحركة الوطنية والكفاح ضد الاحتلال الفرنسي، كيتعتبر من الأوائل ديال رؤساء الحكومة في المغرب. بطل حلقتنا اليوم هو عبد الله إبراهيم. تزاد عبد الله إبراهيم في 24 غشت من سنة 1928 وبالضبط في منطقة الحوز، وهو آخر رئيس حكومة غادي يعرفوا المغرب المستقل بعد مبارك البكي الهبيل اللي درنا عليه حلقة في الموسم اللي فات، ممكن أنكم تتابعوها، وكذلك أحمد بلافريج. من بعد غادي يجي عهد جديد من الوزراء الأولون في الحكومة المغربية. غادي تربى عبد الله إبراهيم في كنف الحركة الوطنية والكفاح ضد الاحتلال الفرنسي، وغادي يعيش في قلب المقاومة، وكذلك غياخد حظه من الاعتقال السياسي كباقي رواد المقاومة الوطنية اللي كانوا كيشوفوا أن نهاية الاحتلال ماشي هي هدف بل خطوة أولى في طريق لبناء مستقبل جديد للمغرب. عبد الله إبراهيم اللي غادي يجلس في مقاعد كلية بن يوسف وغادي يحصل فيها على درجات العالمية وقرباته من الأصول الدينية للمغرب وكذلك الثقافة الإسلامية الأصيلة. ومن بعد عامين من نهاية الحرب العالمية الثانية وسنتين من توقيع عريضة المطالبة الاستقلال في عام 1944 اللي كان هو أحد الموقعين عليها، غادي يمشي عبد الله إبراهيم لفرنسا من أجل دراسة الفلسفة في جامعة السوربون. هناك غادي تقرب أكثر من الفكر التنويري والثورة الفرنسية اللي شكلت جزء من تكوينه الفكري والسياسي وكذلك الثقافي. بعد رجوعه من باريس غادي تولى عبد الله إبراهيم مسؤولية إدارة جريدة العالم التابعة لحزب الاستقلال، واللي كيتعتبر عبد الله إبراهيم أحد القياديين ديالها، وغادي يساهم في تأسيس الحركة النقابية في المغرب. عبد الله إبراهيم اللي غادي تولى في الحكومة الأولى اللي ترأسها مبارك البكي الهبيل ما بين يوليوز من سنة 1955 وأكتوبر 1956 حقيبة وزارة الأنباء والسياحة، واللي كانت في هذه الوزارة من الوزارات الاستراتيجية في تاريخ المغرب الجديد. وفي الحكومة الائتلافية الثانية اللي استمرت بين أكتوبر 1956 وماي 1958 غادي تولى عبد الله إبراهيم حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وفي عام 1959 وعلى إثر الانفصال الشهير بين حزب الاستقلال وأصدقاء عبد الله إبراهيم اللي انصرفوا لبناء حزب جديد واللي هو حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. غادي يكلف الملك الراحل المغفور محمد الخامس عبد الله إبراهيم بتشكيل أول حكومة سياسية في المغرب، وغيقودها عبد الله إبراهيم كوزير أول من المعارضة السياسية، وغيتولى يسار يوم الاتحاد غالبية الحقائب الوزارية في حكومة عبد الله إبراهيم. وكانت هذيك أول حكومة بغات توضع المغرب على السكة الصحيحة بعد 3 سنين على خروج الإقامة العامة الفرنسية. طالب عبد الله إبراهيم تحرير الاقتصاد من قبضة الفرنسيين اللي بقوا عايشين في المغرب بعد الاستقلال، ورفض استمرارهم ووجودهم في الشرطة المغربية الحديثة التكوين، وغادي يصدر قرار بترحيلهم، وكذلك غينادي بالاستجابة لمطالب انتفاضة الريف، لكن طريق ما كانتش
ممهدة بالورود أمام هذا الرجل الوطني والسياسي النزيه، حيث اختلت أمام العراقيل وكانت باغية الحياة تجرب قوته وصلابته وقوة الفريق اللي كيشتغل معاه. بعد ذلك غادي يتم إعفاء حكومة عبد الله إبراهيم من المهام ديالها لأسباب سياسية. هذيك الحكومة ديال عبد الله إبراهيم اللي ما غاديش تعيش أكثر من 20 شهر، وما غيستمرش عبد الله إبراهيم طويل في ممارسة السياسة التنفيذية، وبقى فقط في عمق العمل السياسي اليومي، وكان بحل بطل من الأساطير القديمة، حيث كان كيقضي مهمته في الوقت المناسب. غادي يخرج مبكرا وفي بدايات الستينيات، منين غادي يبدأ يشوف أن الرياح كتتجه لوجهة أخرى غير داكشي اللي كان كيأملها في الفترة ديال سريان نشوة الاستقلال والبناء الوطني. دخل عبد الله إبراهيم السياسة وخرج منها بدون تلوث، كيف ما كنقولوا الراجل دخل نقي وخرج نقي. كيوقف عبد الله إبراهيم في محطة القطار رفقة الزوجة دياله كأي رجل عادي جدا، وكيمشي في الشارع على رجليه بدون بهرجة، وما عندوش سيارة باش يتنقل فيها، وما كيتشكاش من التهميش اللي طالو أو اللي طال ذاكرته السياسية الخصبة. بقى عبد الله إبراهيم داخل الاتحاد الوطني محافظ على صورته الأولى اللي بدأ بها، ووقف فوق الأرض على الطريق اللي اختاره هو منذ البداية. عبد الله إبراهيم اللي غادي يتوفى يوم الأحد 11 سبتمبر 2005 عن عمر كيناهز 87 سنة، وغادي يكتشف المغاربة نهار الوفاة ديالو أنه رجل من عيار خاص واسمه عبد الله إبراهيم. وكأن عبد الله إبراهيم بغى يقول لنا بأن الإنسان خاصو يموت باش يالله يتذكروا الآخرين أنه حي. رحم الله السياسي والمناضل والرجل المقاوم الوطني عبد الله إبراهيم. سيدنا حلقتنا ديال اليوم سالت، نتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ. خليت لكم هنا والراحة. ما تنسوش ديروا أبوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.